معلش انا اسف طولت عليك لا كريم، ابدا لكن بالعكس يا فعلا كابتن عبد الظاهر، من اتفضل المنصه بتاعتك يعني اتفضل. من بجد يعني موضوع السوشيال ميديا، اه اللي بحسب اللي هو بيكتب واللعيبه مش شايفاه ده يبقى غلطان جدا الله يفتح عليك يا جدا. كابتن، الله يفتح عليك والله. يعني بجد احنا اه كنا في المعسكرات بيوصل لنا كل حاجه، كل الناس بتقول كل حاجه لا ما كانش والله في، العظيم ثلاثه. وما كانش في سوشيال ميديا بقى، ده كان حد بيكتب في يعني جورنال ولا يعني في برنامج، لكن دلوقتي الناس كلها ماسكه الموبايلات. بالظبط كده، اه التواصل بقى سريع جدا، صح ممكن واحد يكون قاعد وبيعمل الحكايه ديت وهو مش واخد باله ان الموضوع ده مؤثر. لا الموضوع ده مؤثر جدا، الموضوع ده مؤثر جدا جدا يا جماعه. لو احنا هنعمل حمله لمنتخب مصر، صدقوني صدقوني اللي ماسك الموبايل واللي عنده قناه على اليوتيوب واللي بيتكلم، او حتى ماتش مثلا زي مثلا البطوله اللي فاتت ماتش نيجيريا ده، ماتش نيجيريا بعد ماتش نيجيريا تصور ان كان في ناس بتقترح ان المدير الفني يمشي. كارلوس كيروش بالظبط، قال لك يمشي ويكمل المساعد، وكابتن ياسر سيد يكمل، وكارلوس كيروش يمشي بقى وخلاص. وبعد كده وصلنا النهائي صح صح؟ صح فلازم نتعلم الدروس، لازم نتعلم ان البطوله بتخلص لما الفاينل. اللعيبه دلوقتي محتاجه معنويات، محتاجه سبورت، محتاجه مسانده، محتاجه ان انت تديهم الثقه ان انت واثق فيهم. ولو تسمح لي يا كابتن عبد الظاهر اضيف معاك، مفيش حاجه اسمها انا بحب لعيب فلاني وما بحبش اللعيب التاني، ده خالص اسمه لعيب خالص دلوقتي منتخب مصر مش لعيب في فرقتك. يا جماعه، احنا بنروح المعسكرات، احنا كلاعيبه سواء لعيبه اهلي زمالك محترفين انديه اسماعيلي اي نادي، احنا عمرنا ما حسينا الموضوع ده. الموضوع ده عند الجمهور بس، خلي بالك الموضوع ده بس وبعض منهم مش كلهم كمان. بعض منهم. يا جماعه انت شفت الصور اللي موجوده، شفت عبد المنعم وزيزو لما عبد المنعم بيقول احسن لعيب في مصر، يعني الحاجات دي يا جماعه انا كجمهور لازم افهم دوره ايه في البطوله. كل صحيح واحد فينا له دور قبل صحيح البطوله واثناء البطوله وبعد البطوله. صح الاعلام عليه دور، الجمهور عليه دور، السوشيال ميديا لها دور، وده انا بقول ان اكبر دور بيلعبه حاليا هو السوشيال ميديا. ايوه. وحضرتك قلت كمان جمله في منتهى الاهميه في الاول، اوعى تفتكر يا فندم لو انت بتكتب حاجه على الفيسبوك ولا على اكس ولا على انستجرام ان انت مش شخصيه مهمه ومحدش هيشوف كلامك، كلامك بيتشاف وفيديوهاتك بتتشاف، واعرف ان اللعيبه بتشوف كل الكلام دوت. اصغر حاجه انا اعرف، انا هقول لحضرتك معلومه مهمه جدا، انا اعرف لعيب كبير جدا في منتخب مصر عارف بيعمل ايه في كل اخر كل يوم بيعمل ايه، بيخش يسرش على اسمه، يعني بص اسمه اتكتب عليه ايه على السوشيال ميديا، فاي حد كاتب حاجه حتى لو جايب 4 لايكس مش جايبه يعني تفاعل كبير جدا، ممكن اللعيب ده يشوفها ويتاثر بيها. فاسف على الاطاله كريم، بالعكس يا كابتن عبد الظاهر، وتوفيق ان دي شاء الله. ده انت قلت نقطه في منتهى الاهميه، انا بشكرك عليها جدا، شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن عبد الظاهر، نقطه في منتهى 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 الاهميه اللي قالها كابتن عبد الظاهر دي. يا جماعه خليك مسؤول. يعني ايه مسؤول؟ يعني كل حرف بتقوله دلوقتي هو مؤثر، مؤثر سلبا او ايجابا. يعني مثلا انت دلوقتي مش عاجبك سين من لاعبي المنتخب انه راح المنتخب، ان فيتوريا خدوا المنتخب، مش لازم بقى خلاص دلوقتي هم قاعدين في كوت ديفوار تقول ايه انا بقول لكم اللاعب ده ما كانش المفروض يروح المنتخب، عارف عارف الكلمتين دول، انا بقول لكم ده هيودينا في 60 داهيه، انا بقول لكم ده احنا هنخسر بسبب اللاعب الفلاني دوت. استفدت ايه يعني؟ ما هو هناك دلوقتي خلاص قضي الامر، سواء بقى كان رايك ده صح او رايك ده غلط مش لازم تقوله دلوقتي، سيبنا وسيب اللاعب ده يبقى اعظم لاعب في الكون ان شاء الله في البطوله. قول كلمتين حلوين، قول ببساطه شديده، خش كده اكتب على فيسبوك مثلا ولا على اكس، ان شاء الله كل لعيبتنا ان شاء الله يبقوا ابطال، ان شاء الله ربنا يكرمنا، ان شاء الله باذن الله تبقى امورنا كويسه ومحترمه باذن الله يعني.